السلطنة تحصد 6 جوائز ضمن جوائز أوسكار الإعلام السياحي العربي التي احتفل المركز العربي للإعلام السياحي بتوزيعها بدبي بتكلفة إجمالية تبلغ 256 مليون ريال عماني. وزارة السياحة توقع اتفاقية لتطوير مشروع مجمع النخيل السياحي بولاية بركة. بدءا من يونيو المقبل، وزارة الصحة تخفض أسعار أكثر من 4000 دواء في القطاع الخاص. الهيئة العامة للكهرباء والمياه تنفذ الاثنين المقبل تحسينات للخط الرئيسي المغذي لعدد من ولايات الخاورة وصحم والسويق، وتدعو المشتركين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. بهدف الترويج للسلطنة كوجهة سياحية ينطلق اليوم تحدي جبل شمس، وهي أعلى قمة جبلية في الخليج العربي.